لما كنت أسمع قسم رب العالمين بالقلم ما كنت أعي حق الوعي للقسم. لما فتت مجال صناعة الأقلام اكتشفت شو هاي الأداة عظيمة. التحدي كان كثير كبير، كان بالبداية انك شلون تقدر تطوع قطعة من المعدن حاد انه يكون بدرجة من الليونة انك تقدر ترضي فيه خطاط خبير. يعني الحمد لله فضل من الله قدرت احصل على شهادات كثير كبيرة من خطاطين كثير معروفين ولن اسمنا على مستوى الوطن العربي. طلعت الأقلام على دول عربية مثل السعودية، مثل الإمارات، مثل الكويت، مثل قطر، سلطنة عمان. لقيت قبال كتير كبير وصار له صدى كتير حلو. صارت تجيني طلبات خاصة من خطاطين بمواصفات معينة مثل قطر الممسك لطول القلم لميلانه حسب الخط اللي بيكتب فيه هو. فكنت انا اشوف لهم فيديوهات للخطاطين، اشوف هو كيف طريقه مسكه للقلم، احاول اني احاكي كتاباته لنوصل لنتيجه انه كثير يكون مقاربه للقلم اللي يلائم او يناسب ايده. الحلم كثير كبير، طموحي وحلمي انه اقدر اوصل للعالميه. لما تكون انت مؤمن بشيء وعندك طموح وعندك حلم بيستاهل انك انت تعطي قد ما فيك واكثر ما فيك.